اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه جيمرز اريا. النهارده هنعمل ريفيو لعربيه يوم الخميس اللي هي نزلت امبارح، نزلت في موقع السان اندريس. هي تعتبر شبه المرسيدس موديل 95 او موديل حاجه و90 يعني عامه. فاحنا هنحطها في الجراج دوت اللي احنا على طول بنحط فيه العربيه بمليون و790 الف. حلو. انا على فكره انا صورت العربيه ديت وكنت لسه داخل يا دوبك امنتج الفيديو ما لقيتش فيه صوت، ما مش عارف اللي هو صوتي انا اللي هو صوت المايك، مش عارف ازاي رغم ان انا يعني لاحظت في الاخر، يعني ما علينا بعد كل دوت، ان المايك بس السلك كان مسدود سنه. يعني دي اوسخ حاجه ممكن تحصل لاي صانع محتوى في العالم، ان بعد ربع ساعه تصوير. هو طبعا يعني ايه ربع ساعه؟ مش حاجه طبعا، بقى الناس اللي بتصور ساعة وساعتين دي بالنسبة لهم كارثة كارثة. ويعني ممكن يا اما يعمل بقى فويس اوفر عليها، وده طبعا حاجة صعبة فاهم، فويس اوفر ممكن يعني ما علينا، يعني مش قصتنا. فانا هستنى العربية تيجي ونروح نعدلها مع بعض. البوليس جاي لي بخرطوشة كلها عشان هزرت مع واحدة بس. ليه وقت الشتا بيجي؟ ليه مش وقت يعني هو يا ريت يجي في الحقيقة والله. العربية بقى طبعا هي هتبدأ تتعب، بص تتزحلق مني وحاجة زي الخرا. ده بصعبة، شكلها جميل والله من جوه، نايس كار. اعتقد ديت مش هتعدي ال 120 على طريق الهاي واي لما نيجي نشوف التسارع بتاعها. فما علينا، احنا هنعدل مع بعض وهنشوفها هتوصل لحد ايه. هسيبكم بقى تتفرجوا مع التعديلات. نايس نايس نايس، عليا الطلاق. شكلها جاحد. مشكلة في الفيديو اللي فات كان حلو والله، كذا موقف كده حصل تلقائي يعني زعلت والله عليه بعد تصوير ربع ساعة وفي الآخر الصوت ما يطلعش. فما علينا، احنا ننزل ايه نفتحها مع بعض ونوريها لكم. بس في الفيديو اللي فات كانت ايه الدنيا بالليل، ف كانت صعبة أصلا. فا يلا عادي، طبعا اللوجو بتاعي ايه منور الدنيا. طبعا الدنيا تحس انها صفرت عشان ايه انا لابس نظارة في اللعبة. حلو، فاحنا نخليها كده. او ما ممكن برضه انام كده عشان ايه نشوفها من جوه اكتر. اعتقد ديت في التسارع هي زي ما قلت مش هتعدي ال 120 او ممكن ما تعديش ال 100 كمان. إيه المحرك؟ موديل 95 طبعا، العجل فاجر عشان انا اللي مختاره. هنا عندك ورا تحط شنطتين كبار، ويلا بينا على التسارع. مش كده معيش اي حد في الفيديو ولا هعرف يعني ايه نفجر حد في الاخر. شكلها هفجر نفسي والله. بس ايه رايكم في التعديل؟ انا مش عارف ليه العربيه دي بتدريفت، يعني انا احوك كده بتدريفت. ما ايه ده مش عارف ليه. بس العربية يعني شكلها جامد رغم ان انا قايل ما بحبش العربيات القديمة ديت، بس العربية دي شكلها جميل. تعال يا بوت سابقني، تعال يا بوت. يبقى محدش عايز سابقني، يلا بينا ننطلق.
انطلاق بالثلاثة العربية تحفة 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 يعني. الساك يعني انا ممكن اخد صورة. شوف بقى فيرست بيرسون هجيب كام. هي عند 100 بالظبط. اي ما عدتش المية اصلا يعني زي ما انا قلت. لم تجيب المية. لم تجيب ال120 مش عارف ليه، رغم انها يعني الاكسلريشن عالي وكل حاجة بس مش عارف ليه. طبعا ايه مفيش حد فجره، فانا شكلي هفجر اي بوت. نختم بالفيديو. حلو فجر. لا ده معاه هامر، ده غني. وما ده وده معاه جي كلاس، ده غني، ده فقير. انت عارف دي بت كمان. الله خدي خدي يا مرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنسوش تعمل بالاشتراك واللايك لو انت اول مرة تشوفنا، وتتابع كل فيديوهاتنا الجديدة. كان معاكم ايمن من جيمر زائري، نشوفكم تاني فيديو جديد. سلام. Take a seat, you cannot stand it. All I